جزاك الله ألف خير. الحقيقة أنني نلت الدكتوراه بأخر من عمري، لأنني مرت علي ظروف بعد رسالة الماجستير التي أخذتها، وكان النظام عندنا في العراق على الطريقة الإنجليزية، أن الإنسان يستطيع أن يترقى على درجة الماجستير. وكان أول تعييني في الجامعة سنة 1967، وحين نلت الدكتوراه كنت أستاذ مشاركا في ذلك الوقت، بس للمعلومات حيث أنني في الجامعة منذ 43 سنة، والرياض في قلبي دائما، فقد زرتها أول زيارة لي فيها إلا شارحا واحدا ملفتا، و كان جلالة الملك أظن في تلك السنة توفي الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وكان يسكن في بيت من الجبل، قيل أن هذا بيت الملك، ولم أرى في المملكة شارعا ملفتا إلا ما بين جدة ومكة المكرمة، وقضينا يومين حتى ذهبنا من جدة إلى المدينة، وكان السفر من العراق إلى هنا من غير جوازات سفر. يعني دخلنا بالحدود وسمح لنا، قعدنا في قرية اسمها رفحة، ودخلنا بعد يومين جاء الموافقة الملكية بأن تسمحوا للوفد العراقي بأن يدخل، بس ما في جوازات يعني في ذلك الوقت. نعم، فالمملكة حبيبة على قلبي حقيقة دائما، وتوالت بعد ذلك الزيارات بكثرة، وتعاوننا كثير من ذات يما في فترة الثمانينات. أنا أتحدث اليوم عن مسألة تحدث إخواني كثيرا عن مسائل متعددة حقيقة في تحقيق المطلوبات. وحينما تجمع النسخ الخطية دائما أكثر من نسخة خطية، هناك كان طريقة المستشرقين دائما أنهم كانوا يتخذون إحدى النسخ أما ثم يعلقون في الهامش أنه في النسخة الفلانية كذا وفي النسخة الفلانية كذا. حقيقة هذه الطريقة دائما أنا في رأيي طريقة غير صحيحة، لأن النسخ صحيح نحن نتخذ في بعض الأحيان النسخة الأصلية، طبعا إحنا إذا معروف إذا حصلت النسخة التي بخط المؤلف فلا نسخة بعدها، أو إذا حصلت نسخة وعليها خط المؤلف أيضا يعني لا فائدة بعد ذلك كثيرة من النسخ الأخرى. المهم أنه حين المقابلة بين النسخ وتأتي بعد ذلك إثبات الاختلافات بين النسخ، أي أول نصل أن يثبت المحقق ما يراه صوابا، مو ما يراه صوابا في النص يعني في عقله هو، لا، ما يراه صوابا أن المؤلف قصده كذبه، سواء كان هذا الصواب خطأ أم صوابا. وهذه الطريقة دائما يشير إليها علماء الحديث. علماء الحديث مثلا يقولون عند الاختلاف في الحديث النبوي الشريف أن هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان مرفوعا، ورواه فلان وفلان وفلان مرسلا، والصحيح المرسل مثلا، والصحيح المرسل ليس بمعنى أن المرسل يعني أن متن الحديث مرسلا صحيح، والمقصود أن الحديث لا يعرف إلا مرسلا، يعني الصحيح أنه يعرف كونه من المرسل، هذا هو الناحية. ولذلك نفس الشيء في المخطوطات، نحن نثبت لأن التحقيق يهدف إلى الوصول إلى ما كتبه المؤلف في آخر حياته وقضاه، أن قد يغير المؤلف بعد ذلك كما هو معروف في نسخته ويصحح ويحذف ويضيف وما إلى ذلك، لكن ما ارتضاه هو احنا نسعى للوصول إلى، فنثبت ذلك سواء أكان هذا الذي وصل إليه المؤلف صوابا أم خطأ، لأن تثبيت الخطأ من الأشياء الأساسية على المؤلف.
عندئذ عليه أن يعلم. لماذا هذا الصواب الذي لماذا اخترت أنا هذه القراءة على غيرها من القراءات؟ هذا من الأمور الضرورية، وهذا يوقع كثير حقيقة من المحققين في متاهات وفي أخطاء كانوا في غنى عنها لو تتبعوا وعللوا لماذا اختاروا هذه القراءة على القراءة الأخرى عند الاختلاف. أضرب لكم مثلين أو ثلاثة أمثلة. في كتاب العبر للحافظ الذهبي الذي حققه دكتور صلاح الدين منجد رحمه الله تعالى، رجح هو اسم الحطأ بدلا من الحطيئة في ترجمة أبي العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الحطيئة المتوفى سنة 560 من غير تعليم. قال في الهامش: كذا ضبط في الأصل حطيئة يعني، وفي الشذرات الحطيئة، وفي النجوم الحطيئة خطأ، هكذا قال، وفي النجوم الحطيئة خطأ. ولو علل يعني هذا وجد نفسه مخطئا في هذا الترجيع غير المعلل، ولوجد ان الذي اثبته في الهامش هو صحيح. ايش المساله؟ ان المتقدمين لم يكونوا يكتبون الهمزه، فلما جاء الحطيئه كانوا يكتبون الهمزه في مثل هذه الامور ياء، فلما اجتمعت ياء اكتفى الناسخ بياء واحده وشددها فصارت الحطيئه، وهو في حقيقة الأمر يريد أن يكتب الحطيئة. فالأولى كان عليه أن ينتبه إلى هذه المسألة ولا يخطئ بغير دليل. لما نعود إلى وفيات الأعيان لشمس الدين بن خلكان نجده قد قيده بحروف، فقال: بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء المثنات من تحتها وبعد الهمزة بها. وهم يطلقون بالمناسبة دائما قد أيضا حتى لا يخطئ فيها كثير من الناس، دائما تاء المضبوطة التي تأتي في أواخر الكلم يعبر عنها بالهاء مع أنها تاء، وهذه عادة عند الذين يقومون بضبط النصوص. من ذلك أيضا مثال آخر ما بدأ ما جاء في كتاب المجتبى للحافظ الذهبي الذي حققه الشيخ البجاوي، فرجح هو جت عند روايتين 671 607 يعني توفي سنة 671 أو توفي سنة 607، فرجح وفاة أبي الحسن علي بن عبد الله بن الهدتي، هذا كان مشهور بسرعة القراءة، يوم نزول بغداد استطاع أن يقرأ من طلوع الشمس إلى غروبها القرآن ثلاث مرات، وفي الرابعة وصل إلى الطول بمحضر من القراء ولم يخل بشيء من البدال ولا بالقراءات ولا معروف، هذا مشهور جدا. فهو رجح قراءة 671 بدلا من 607 وعلق في الهامش قال في ميم صار 607. لماذا الفائدة؟ يعني ما هي الفائدة أن تذكر أنت في الهامش القراءة الأخرى؟